بسم الله الرحمن الرحيم. في عام 1997 انطلقت مسيرة جمعية النور المكفوفين لخدمة أعضائها من أصحاب ذوي الإعاقة البصرية. الفئة المستهدفة من في الجمعية هم فئتين: المكفوفين كليا والمكفوفين جزئيا، بين قوسين ما يقال يعني أنهم ضعاف البصر. منذ نشأة الجمعية وقد أولت اهتماما كثيرا بالخدمات التي تقدمها للأصحاب ذوي الإعاقة البصرية من عدة جوانب، سواء كان جوانب اجتماعية من خلال توعية أولياء الأمور وتوعية المكفوفين أنفسهم بالإعاقة البصرية ومدى متطلباتها واحتياجاتها، ومن ناحية ثقافية من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة في شتى مجالات الحياة. في ظل جائحة كورونا، جمعية النور المكفوفين ما توقفت، ولكن بالعكس كان هذا دافع وتحدي لها من خلال أنها شقت طريقها، من خلال أنه أصبحت البرامج والفعاليات والتدريب المقدم من قبل الجمعية تتواءم مع هذه المرحلة من خلال البرامج التواصل الاجتماعي عن بعد. والحمد لله رب العالمين، الجمعية الآن أصبح لها 3 فروع بالإضافة إلى الفرع الرئيس، فرع في محافظة ظفار، وفرع في محافظة الداخلية، وفرع في شمال في محافظة شمال الباطنة، طبعا يخدم شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسدم. كما تعلمون أن حال جمعية النور المكفوفين كحال أي جمعية أهلية أخرى، لا يوجد لديها دخل ثابت، وإنما قائمة على التبرعات الموجهة من خلال مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص أو أصحاب الأيادي البيضاء، وبدور الجمعية تقوم بإنفاق هذه الموارد المالية سواء كانت على أعضائها واحتياجاتهم وتطلباتهم أو من الناحية التشغيلية للجمعية من فواتير أو رواتب موظفيها. من خلال تجربتي الواقعية في مجال التطوع ذوي الإعاقة البصرية، سواء كان كنت كعضو أو حاليا في مجلس إدارة الجمعية، حسيت فرق كبير حقيقة. منذ أن تأسست الجمعية وإلى الآن هناك أصبح أكثر وعي، أكثر تقبلا للأصحاب ذوي الإعاقة بشكل عام، ومن بينهم طبعا أكيد أصحاب الإعاقة البصرية بشكل خاص. وأصبح الآن القبول على العمل التطوعي أكثر منذ ما كان عليه في الوقت السابق، وهذا طبعا نتيجة لزيادة وعي المجتمع بأهمية العمل التطوعي وما يعني سيؤتي به من ثمار في الأخذ بأيدي هؤلاء الأشخاص أصحاب ذوي الإعاقة البصرية.